اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. بعد الهجوم التركي على قاعدة الشداد، هل في القاعدة او من خارجها، هل كل المنطقة تتبع الولايات المتحدة الامريكية، وهل المجال الجوي كله امريكي؟ كل هذه الاسئلة يطرحها المراقبون. المسألة اليوم حسمت ان هذه المنطقة تتعزز بعشرين آلية امريكية تنتقل مباشرة الى قاعدة الشداد التي قصفتها تركيا، وهذه إشارة مباشرة إلى أنقرة بأن الوضع القادم سيكون أسوأ بطبيعة الحال بعد الهجوم 10:31 كما هو معروف حسب التوقيت المحلي لسوريا. إذن أمامنا الرسالة الأولى، 20 آلية. ثانيا، أن هناك صواريخ وهناك استثناءات أمنية ومنظومات إلكترونية غير مسبوقة. كل هذا قد يرى البعض أنه نوع من تجهيز مباشر لجيش كردي مكتمل الأركان، لكن في واقع الحال فإن تركيا أوقفت أكبر مشروع من اتجاهين. الاتجاه الأول هو التسليح دون تحمل المسؤولية، أن يكون هناك أكراد متحالفين مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الآن أن لا تكون أمريكا. والواقع في هذه العملية أن أمريكا تخرج اليوم بوجهها لتؤكد أنها بعد كشف هذا الوجه أن الأمر يتعلق بها وبمصالحها، وأنها تدعو مباشرة إلى وقف التصعيد. ليس وقف التصعيد وحسب، لأن تركيا لديها عتابين، أولا باتجاه أمريكا وهذا معلوم حول قضية التصنيف، ولكن حول الالتزامات أيضا التي قدمتها روسيا وبوتين لأردوغان، ولم تلتزم روسيا بما رأته، خصوصا أنها أرادت أن تفرغ المنطقة من الأكراد، لكن في نفس الآن لا تستطيع فعل ذلك، ويريد الجيش السوري أن يكون متحالفا ضمن الأوراق الملعوبة الآن إلى جانب أمريكا، ولكن عبر الأكراد لدفع تركيا نحو الخروج. الأمر يتعلق بحوالي 100 كيلومتر عن الحدود الرسمية بين الطرفين. لهذا فالهجوم الرابع منذ 2016 لتركيا على شمال سوريا، ومعلوم أن شمال سوريا اليوم أصبح له ناطق رسمي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر يتعلق الآن بناطق رسمي باسم شمال سوريا، وهذا يعني الكثير، أي من خارج سنتكوم. هناك أيضا ذراع سياسية في الموضوع، وهذا يعطي الكثير، لأن هناك كما كشف تجريب لتكتيكات سياسية، تجريب لدرونات غير مسبوقة لدول في سوريا، تجريب لأكثر من شيء. لكن أهم ما نراه اليوم هو قرار أمريكا وبريطانيا، وهذا الذي نركز عليه في هذا الفيديو، قرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لدفع تركيا إلى حدودها. الأمر يتعلق ببريطانيا وبقرار أمريكي بعد وصول الدعم العسكري المباشر إلى مصراتة في ليبيا. وبعدها مباشرة وجدنا أمريكا تنشر 20 آلية في منطقة القصف التي استهدفتها تركيا. وواقع الحال أن سوريا وليبيا اليوم يحاول الجميع محاولة الضغط بشكل كبير جدا على أردوغان، ومن ثم على تركيا في كل من ليبيا وسوريا، والقضاء على التواجد العسكري التركي في المنطقة أول ما يريده البريطانيون الآن. البريطانيون في ورقتهم على وجه التحديد، ورقة بالنسبة لاستخباراتهم في يوم 16 نوفمبر، توقيع في 4:12 مساء، وجدنا أن هناك اعتماد استراتيجية لإبعاد البندقية التركية، لإبعاد الوجود العسكري التركي من الشرق الأوسط الكبير. معنى ذلك أن هناك دعم مباشر اليوم لحليف مثل أذربيجان انطلاقا من إسرائيل وفي مواجهة إيران. يعني أن النمط العلماني يحاول أن يصل إلى زعزعة القومية الآذرية،
وهذه ضمن أساليب قوية للغاية حاول الحرس الثوري التعاطي معها انطلاقا من مناورات على الحدود الآذرية، يعني أن الحرس الثوري يحاول أن يظهر قوته في مواجهة أذربيجان ومن خلفها إسرائيل. وأيضا في الاتجاه الآخر نجد أن إيران وبعد العملية العسكرية التركية تريد أن تدعم تركيا لتفصل أذربيجان عن تركيا، وهذا شيء هام للغاية بالنسبة لإيران وحسابات إيران. لكن واقع الحال أن الضربة المزدوجة الإيرانية التركية على الأكراد جعلت الموضوع يرتبط مباشرة بدفع كل من تركيا وإيران مباشرة، لأن من المهم أن تكون استراتيجية ضد إيران وضد تركيا ودعم للأكراد غربيا على وجه التحديد وإسرائيليا على وجه أخص. إذا أمامنا هذا التصور، التصور الآخر والمهم للغاية أن سوريا وليبيا، هذا الربط ما بين طرطوس وخليج سرت، عاش مع فاغنر وبعد فاغنر أيضا. وهنا نطرح سؤال، كيف ستتحرك بريطانيا؟ بريطانيا كما ذكرنا في وقت سابق لها قاعدتين في قبرص وأيضا الآن في مصر، تريد الربط وأيضا رسم الحد الذي يقطع حركة تركيا باتجاه ما بعد مصراته. إن كانت في طرابلس فمن الصعب المرور على ما بعد مصراته باتجاه خليج سرت. كل هذا لدى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قرارا واحدا من أجل الانتشار العسكري في مواجهة تركيا. إذن تركيا تعاني حربا بريطانية أمريكية انطلاقا من انتشار عسكري بريطاني من قبرص وباتجاه مصراتة، وأيضا باتجاه الشدادي ومن ثم أيضا 100 كيلومتر عن الحدود، وهذا الذي يعطي أفقا للضغط على تركيا لإبعادها إلى ما وراء الحدود. وإن حرر الأمريكيون هذه المنطقة فمن أجل الأكراد، وبعدها مباشرة ستصبح الحرب العربية الكردية ما بين الحليفين الآن لإبعاد تركيا. بعدها سنرى هذا التقدم الذي سيكون بالضرورة، لأن الداعم الأمريكي لن يسمح إلا بتسليم حكم ذاتي إلى الأكراد في شمال سوريا، وهذا الذي يرفضه بالمطلق ويعتقده على الأقل التركي بأن هذا خطر جسيم، لأن تسليم الحكم الذاتي كما لاحظنا أو حكومة الإقليم في بغداد ومن ثم أيضا في سوريا سينتقل مباشرة إلى أكراد إيران ومن ثم أكراد سوريا، وأكراد سوريا هم في الأغلب ومع الأمريكيين هم أقرب إلى تحقيق هذه الغاية. إذن أمامنا مثل هذا الوضوح في تحريك الرقعة الاستراتيجية. لكن بالنسبة لبريطانيا ليس مهما للأكراد الآن، وهي التي قضت على دولتهم ولم تقرر المصير بشأنها، إنما تريد إبعاد تركيا، هذا هو المهم بالنسبة إليها، إبعاد التواجد العسكري لتركيا في كل من ليبيا وسوريا. هذا هو القرار الموجود الآن، وهذا الذي يجعل من التنسيق الأمريكي البريطاني في كل صعيد، ليس فقط على صعيد القاعدتين من قبرص وباتجاه سوريا، ولا أيضا من هذه المنطقة وباتجاه تحريك هذا المحور بشكل كامل بعيدا عن إسرائيل وبعيدا عن غيرها. الآن يتحرك الجميع من القواعد البريطانية في قبرص، وهناك قاعدتين موروثتين منذ الاستعمار هناك. إذن أمامنا هذا التصور الواضح، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعملان معا وكل من طرفه من أجل الوصول إلى إبعاد الجيش والانتشار العسكري التركي في كل من ليبيا في مصراتة وفي شمال سوريا. ولذلك كان يعرف جيدا الأمريكي، وبعد تأكيد أن هذه العملية كان يعرفها الأمريكي، وهناك شواهد لذلك سنخصص لها فيديو للتأكيد على أن ما كان في تقسيم كان معروفا، أشرنا إليه مباشرة
بعد تنفيذ العملية، وأشرنا إلى دقائقها قبل التحقيقات الرسمية، والتحقيقات الرسمية لم تزكي إلا ما قلنا. الآن نرى وبوضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بالعملية، ورد الفعل سيكون تركيا. وعندما سيكون رد الفعل التركي، هناك منذ الخامس من نوفمبر، الخامس من نوفمبر، وثيقة رسمية حول إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في شمال سوريا، ولن يكون إلا بشيء استثنائي فيه من يحرك اللعبة. لذلك فبالنسبة لإعادة توزيع الأوراق كما حدث، فهذا هو الواضح الآن، ولا يبقى الأمر عند هذا السبيل، بل هناك أمر جديد غير مسبوق. بعد التأكيد أن الأمريكيين الآن يسهرون على جيش كردي ولديه أسلحة، 20 قطعة اليوم محمولة إلى الشدادي، منهم 4 قطع على الأقل أول مرة تدخل أمريكا السلاح التكتيكي إلى المقاومة بين قوسين الكردية كما تسميها الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا فالوضع دقيق للغاية، وهناك ناطق رسمي باسم هذه المنطقة الآن تسمى باسم شمال سوريا، وبعد غد سيكون اسمها كردستان ببساطة شديدة، لأن ليس من المعقول لأمريكا أن تعطي تفويضا بخصوص من يتحدث في منطقة تابعة لسيادة دولة معينة في الأمم المتحدة. الأمر إذن مختلف للغاية، ولا يتعلق بسنتكم، إنما يتعلق بناطق رسمي لهذه المنطقة من سوريا. معنى ذلك أن تقسيم سوريا أصبح اليوم واضح وعلى الأرض، والأمريكيون يدعمونه بخرائط تصنع بالدم. لذلك الأمور اليوم يجب أن تكون واضحة بأن الحرب الأمريكية البريطانية حول الانتشار العسكري التركي في سوريا وفي ليبيا أصبح معركة واحدة لبريطانيا وللولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يظهر من الأوراق الاستراتيجية اليوم التي يدعم فيها الأمريكي وعبر خلايا من DIA. هناك على الأقل ما يسمى مراكز أو خلايا تابعة مباشرة للDIA للتقييم بخصوص هذه العلاقة الكردية والأمريكية، وهذا يعني الكثير بالنسبة لإعادة ترتيب الأوراق الآن في شمال سوريا التي تحتله بشكل كامل أمريكا، لأن فيه تراجع لروسيا ولا بد من تراجع كي لا يستفيد الأتراك. فكما يعمل الإيراني ضد، كما يعمل الإسرائيلي ضد إيران في سوريا، فأيضا الأمريكي يعمل مباشرة ضد تركيا، الأهداف التركية في سوريا. نفس الأمر، إسرائيل ضد إيران، أمريكا ضد تركيا اليوم، وبشكل عسكري وبإعادة انتشار في قاعدة الشدادي، وهذا يعني أن هناك تحولا استراتيجيا كاملا نحو السيطرة على المنطقة وتطهير المنطقة في شمال سوريا لإعلان الدولة الكردية، وهذا الذي سيكون له ما بعده لسبب بسيط، لأن تركيا تريد أن تجهد هذا تحت أي ثمن. لكن بيضا المعروف بصاحب نظرية الأقاليم الثلاثة في العراق هو الآن أيضا مع أقلمة سوريا، مع تحويلها إلى أقاليم، وأول إقليم هو شمال سوريا، وكي تعطى له حكومة وتعطى له كل هذه المواصفات كما في الحالة العراقية وبعدها مباشرة، إن كان مهما سيكون الوضع في الإقليم الكردي في داخل إيران هو الهدف المركزي، وأي تعاون إيراني تركي اليوم ضد المشروعات الأمريكية سيكون له ما بعده بالتأكيد. لذلك فالحرب اليوم هي حرب أبعد بكثير عما يعتقده الآخرون من تفاصيل، لكنها تفاصيل لا تخدم إلا هذه الاستراتيجية التي ذكرناها. وتهديد لندن وواشنطن بالحرب أصبح مكشوفا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.